بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الاسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت يا سيدي يا رسول الله، ها أنا أذكركم بحديث رسول الله صلى عليه ربي وحياه: إن لكل قوم عبادة، وخير عبادة أمتي تلاوة القرآن. ألم تسمع قول جدهم: آل بيتي حبل ممدود بين السماوات والأرض، فمن تعلق به نجا. آل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلى عنها هلك. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة طيبة صعدت إلى رب كريم، دعينا المولى عز وجل أن نجعل هذه الليلة في ميزان حسناته. اللهم شفع القرآن، اللهم شفع فيه القرآن والصيام وصالح الأعمال. اللهم احفظ مصر بحفظك، اللهم احفظ مصر وديشها وشعبها ورجال أمنها يا رب العالمين. يا مصر قومي واسمع القرآن، يا مصر قومي واسمع القرآن. جاءك الدكتور محمود القزاز مزلزل الوجدان. يا مصر قومي واسمع القرآن، جاءك الدكتور محمود القزاز مروج القرآن، يتلوها علينا وعليكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي الكبير صاحب الأداء المتميز دائما أحكاما وتجويدا وتلاوة، الشيخ الذي تسعدون به قريبا عبر موجات ساعة القرآن الكريم بقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فضيلة الدكتور محمود محمد عبد الرحمن القزاز. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والآن مع التلاوة فضيلة الدكتور محمود محمد عبد الرحمن القزاز. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين صدق الله العظيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم لقد أحصاهم
وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق الله العظيم. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إلا وكلهم
صدق الله العظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا.
صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجلا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أنزلنا عليك القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى إلا تذكرة لمن يخشى إلا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.
الرحمن صدق الله العظيم. اذكر الله وصلى على النبي. الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما صدق الله العظيم. الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض صدق الله العظيم. الرحمن الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض
تجد بالقول فإنه يعلم
وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك حديث موسى لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى وهل أتاك صدق الله العظيم صدق الله العظيم الله يستر لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو أجد على النار هدى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كُلُّ إني آنست لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما
نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما صدق الله العظيم. وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع فلما أتاها نودي يا موسى إن
لك بالوادي المقدس إخوة إنك بالوادي المقدس إخوة صدق الله العظيم. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. إن الساعة آتية
الساعة آتية أكاد أخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى إن الساعة فلا يصدنك عنها بل لا يؤمن بها واتبع هواه فترضى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وما تلك بيمينك يا موسى قال قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف قال
سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى
يسترك يا رب. قال خذها ولا تخف، قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى، سنعيدها سيرتها الأولى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. Thank you.
الله يسترك. ومن يدك إلى جناحك ومن يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون اذهب إلى فرعون إنه طغى يا رب جميعا يا رب قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري قال رب اشرح لي صدري اشدد به أزري اشدد به
أجري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا أشدد به أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري اشدد به أمري اشدد به أمري وأشركه في أمري وأشركه في أمري ولله الحمد
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم اجعل القرآن ربنا ربيع قلوبنا وزوال همنا وأحزاننا يا رب العالمين. اللهم لا تفتنا بعد ولا تحرمنا اجرا واغفر لنا وله يا رب العالمين. تلاها على مسامع حضرتكم ذلكم العالم القراني الاذاعي الكبير صاحب الاداء المتميز دائما فضيله الدكتور محمود محمد عبد الرحمن الخساس قارئ اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والمقيم والمعروف بمركز ومدينه ابو حمص لمحافظه البحيره.
إدارة صوت والنور، إدارة الحاج ضيف العباسي وأخواته المقيمين بنجع بكريم. تتقدم الأسرة الكريمة عائلات عمارة وأسرة الراحل بخالص الشكر والتقدير في كل من وصاهم في هذا العزاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.